ايه سلامات يا حلوين. اليوم الدرس حيكون عن الالوان. colors colors الوان. color لون واحد. colors. Marsha's new house is very colorful. color لون. colorful ملون، اشتقاق من الكلر مثل العربي. لون ملون. color colorful ملون. colorful colorful ملون، شيء ملون. Marsha's new house منزل مارشا الجديد. أخذنا الصفة دائما منحطها قبل الموصوف. New house. Okay. Marsha، واحدة اسمها مارشا. Marsha's new house is very colorful. أخذت كمان فعل الverb to be. Marsha's بيت الجديد لمارشا is very colorful. ملون جدا. هنبلش نشرح كل غرفة بغرفتها كيف ألوانها. The living room. Living room. غرفة المعيشة. The living room. Has. لديها. تملك. Beige walls. Beige. color البيج. walls جدران. جدران بيج. the living room has beige walls. غرفة المعيشة لديها جدران بيج. has فعل has. okay، خليني احطها بالاحمر هون. has. There are. أخذنا there are و there is. There are two dark green chairs. أخذنا ال chairs. Two dark green يعني لون أخضر غامق. Dark غامق. Dark green أخضر غامق. عنده كرسيين لونهم أخضر غامق. dark green chairs. and there is، أخذنا there is a dark green sofa. sofa اللي هي الكنبي الأريكي، حتى منقولها ما بعرف بسوريا منقول sofa. في كمان sofa لونها dark green أخضر غامق. أخذنا من قبل كيف منصف قبل الموصوف. بدنا نصف الصوفة منقول الصفات قبل. with مع. with a table in front of it. وطاولة أمامها. in front of أمام. اوكي، مثل حرف جر. وطاولة أمامها. نجي بنعيد الجملة من أولها. There are two dark green chairs and there is a dark green sofa with a table in front of it. احفظوا لي اياها، يمكن هيك كلمة جديدة. in front of it. in front of يعني أمام، أمام الشيء. ركزت اليوم على أحرف الجر لأنه بدي إياكم تردوا تركزوا على أحرف الجر وكيف منحكي أحرف الجر. There are red flowers. هناك يوجد زهور حمراء. On على. The table. There are red flowers on the table. هناك زهور حمراء على الطاولة.
and paintings on the wall. يمكن paintings كلمة جديدة. Paint يدهن. Painting هل هي اللوحات. لوحات الجدران. Painting on the walls. ولوحات على الجدران. Walls. Paintings. Paintings لوحات. Painting لوحة. There are green plants next to the windows. There are green plants. Plants يعني زريعة. إذا ما بتعرفوا الكلمة احفظوها ككلمة جديدة. Plants يعني زريعة. Plant زريعة واحدة. Plants هي الجمع. مشان هيك حطينا الـ R. There are green plants next to the windows. بجوار النوافذ. Windows. Window نافذة واحدة. Windows نوافذ. هناك نباتات خضراء next to. Next to يعني بجوار. The windows. فتعلمنا on على in front of يعني in front of مثل ما حكينا أمام الشيء in front of أمام. هلا next to يعني بجوار. Next to. Okay. There are green plants next to the windows. هناك نباتات خضراء بجانب النوافذ. There is a table in the kitchen. هناك طاولة في المطبخ. Kitchen. Kitchen. مطبخ. And there are four chairs around the table. وأربع كراسي حول الطاولة. Next to بجوار. Around حول. In front of يعني أمام. The table and the chairs are brown. الطاولة والكراسي هن بنية اللون. Are brown. Brown بني. فتعلمنا اليوم green أخضر. Dark green أخضر غامق. Red أحمر. هلأ عم نتعلم brown. Brown يعني بني. Brown. There are brown cabinets in the kitchen. الكابينتس يمكن هاي كمان كلمة جديدة. Cabinets. الخزن تبع المطبخ. Cabinet. خزانة. Cabinets. خزائن. There are brown cabinets. خزائن بنية اللون. In the kitchen. في المطبخ. And the walls are orange. والحيطان. Walls are orange. لون برتقالي. Orange. بتجي بمعنى فاكهة برتقالي. وبنفس الوقت بتجي برتقالية اللون. There are two windows. هناك يوجد نافذتين. Two windows. But there aren't any plants next to them. But ولكن. But احفظوها كلمة جديدة يمكن. But ولكن. There aren't يعني there are not. بس مختصرين قايلين aren't. But there aren't any plants next to them. ولكن لا يوجد نباتات. Plants نباتات. Next to them يعني بجانبهم. There is a sink, toilet and bathtub in the bathroom. There is a sink.
سينك يعني حوض، مغسلة، سينك، سينك، حوض أو مغسلة، تواليت، اللي هو المرحاض، تواليت، باث توب، اللي هو البانيو منقوله أو حوض الاستحمام، in the bathroom، في الحمام، bathroom. تعلمنا living room اللي هي غرفة المعيشة، تعلمنا الكيتشن اللي هو المطبخ kitchen، وتعلمنا الباثروم اللي هو الحمام. There is a sink يعني مغسلة، toilet مرحاض، and bathtub وحوض استحمام في الحمام. There isn't any shower and there aren't any windows. لا يوجد دش، شاور، شاور، خليني حطها شاور، and there aren't يعني are not any windows، أي نوافذ. The walls are red، الجدران لونها حمراء بالحمام. المقطع طويل بس اللي حبيت أنا أقلكن إياه، كل شيء أخذناه في السابق اليوم حطيناهم كله مع بعضهم. أخذنا كيف منصف والموصوف والصفة، أخذنا there is، there are، بتعرفوا الـ on والـ in. كمان أعطيتكم كلمات جديدة اللي هي next to اللي هي أحرف الجر و around. المقطع طويل بس الغاية منه أنه المبدأ هو تعلمتوه. كل ما تعلمتوا كلمات جديدة كل ما صار فيكم تكتبوا وتقرأوا أشياء كبيرة وأكثر. table بتعرفوها، صوفة يمكن ما تعرفوها، لا بتتعرفوا عليها. هنرجع نعيد المقطع كلياته مع بعض. Marsha has moved to has moved into a new house. into كمان هذا حرف جر. كمان بدي غمق لكم اياه بس ما لا مالي كاتبته فوق، مو مشكلة. عنوان المقطع كان Marsha has moved to into a new house، يعني مارشا انتقلت الى منزل جديد. وعم نصف شو المنزل الجديد لمارشا. حنرد نرجع نعيده كلياته مع بعضه المقطع. Marsha's new house is very colorful. منزل مارشا جديد ملون جدا. The living room has beige walls. غرفة المعيشة، حيطان غرفة المعيشة لونها بيج. There are two dark green chairs and there is a dark green sofa with a table in front of it. هناك يوجد كرسيان أخضران غامقان and there is a dark green sofa، وصوفة أريكة لونها أخضر غامق، with a table مع طاولة in front of it أمامهم، مع طاولة بأمام الصوفة in front of it، in front of the sofa في طاولة. هلأ تخيلنا عرفنا كيف الغرفة الجلوس living room فيها كرسيين وفيها صوفة، الكرسيين والصوفة لونهم أخضر غامق وفي طاولة in front of الصوفة، في طاولة قدام الصوفة. تمام، لنشوف شو في كمان بالليفينج روم. في red flowers، there are red flowers on the table and paintings on the wall. في حاطين على الطاولة، حاطين red flowers، حاطين زهور حمراء على الطاولة، وفي لوحات على الحيطان. بتهيألي هلأ تخيلتوا شو الغرفة.
There are green plants next to the windows. كمان حاطة زريعة خضراء بجوار النافذة. أوكي؟ فغرفة الجلوس فيها كرسيين، فيها صوفة لون أخضر غامق، في طاولة قدام الصوفة، في زهور ورود حمراء على الطاولة، وفي لوحات على الجدران، وفي زريعة لونها خضراء محطوطة قدام النوافذ. هلا منجي للكيتشن، للمطبخ. There is a table in the kitchen and there are four chairs around the table. بالكيتشن تبعها بالمطبخ حاطة طاولة وأربع كراسي. تمام؟ The table and chairs are brown. لون الطاولة والكراسي لونهم بني. There are brown cabinets in the kitchen and the walls are orange. الكابينت الخزن تبع المطبخ لونهم بني بس الحيطان لونهم orange. There are two windows but there aren't any plants next to them. Okay. تخيلتوا هلا المطبخ شو هو؟ بالمطبخ حاطة كرسي وأربع طاولة وأربع كراسي حوالين الطاولة، لونهم بني. الكابينت الخزن المطبخ لونها بني، الحيطان لونهم أورنج، وفي شباكين بالمطبخ بس ما في أي زريعة محطوط قدام الشبابيك. تمام؟ There is a sink, toilet and a bathtub in the bathroom. عم نصف هلا الحمام. الحمام تبعه فيه مرحاض، مغسلة، وفيه bathtub. بس there isn't a shower and there aren't any windows. The walls are red. الحمام تبعه عبارة عن مغسلة وتواليت وباثتوب اللي هو البانيو، وما في شاور، ما عنده شاور، وما في شبابيك بالحمام، والحيطان لونهم أحمر. هذا وصف لبيت مارشا الجديد. طويل بس بدي اياكم تبلشوا تثقوا بنفسكم وتثقوا بالمعلومات اللي انتوا اخذتوها لحد الان. فيكم تقروا هذا المقطع كاملة، واذا في كم كلمة جديدة بتتعلموها. حخلي الكمبيوتر يحكي كمان مرة تانية مشان تردوا تسمعوا المقطع مرة تانية. Marcia has moved into a new house. Marcia's new house is very colorful. The living room has beige walls. There are two dark green chairs and there is a dark green sofa with a table in front of it. There are red flowers on the table and paintings on the walls. There are green plants next to the windows. There is a table in the kitchen and there are four chairs around the table. The table and chairs are brown. There are brown cabinets in the kitchen and the walls are orange. There are two windows but there aren't any plants next to them. There is a sink, toilet, and bathtub in the bathroom. There isn't a shower and there aren't any windows. The walls are red. Okay, حنوقف لهون. هعدلكم يا المقطع one more time. Marcia's new house is very colorful. The living room has beige walls. There are two dark green chairs and there is a dark green sofa with a table in front of it. There are red flowers on the table and the paintings on the walls. There are green plants next to the windows. There is a table in the kitchen and there are four chairs around the table. The table and chairs are brown. There are brown cabinets in the kitchen and the walls are orange. There are two windows,
but there aren't any plants next to them. There is a sink, toilet, and bathtub in the bathroom. There isn't a shower, and there aren't any windows. The walls are red. اوكي الهوم ورك الوظيفه الوظيفه بدي اياكم هو نفس المقطع بدي اياكم تملوا الفراغات وتقولوا بعد ما بتملوا الفراغات بدي اياكم تقولوا المقطع هذا المقطع بدي اياكم تقولوا كامله بتهيألي صار فيكم تقولوا هيك مقطع جربوا عضلاتكم بتهيألي بيطلع معكم تقولوا هالشي هاد اوكي فبدكم تملوا الفراغ والفراغات هي موجودة بالمقطع هاي اول جزء بالوظيفة تاني جزء من الوظيفة هو questions على بيتكم انتو والجواب حيكون مثل ما تعلمنا سابقا Yes, there is. No, there is not. Yes, there are. No, there are not. هاي أخذناها بالدرس الماضي. أول سؤال. Are there any ants in your kitchen? هل هناك أي نمل في مطبخك? Ants. Ants يعني نمل. Are there any ants in your kitchen? الجواب بدكم تجاوبوه Yes, there are or no, there aren't. Is there a TV in your living room? هل هناك تلفاز في غرفة معيشتك في بيتك? Living room. Are there any paintings? In your bathroom. هل هناك أي لوحات في حمامك? Are there any paintings in your bathroom? بحمام بيتك. هل يوجد لوحات? Is there a table in your bedroom? هل هناك طاولة في غرفة نومك? Bedroom. Kitchen. مطبخ. Living room غرفة الجلوس Bathroom غرفة الحمام Bedroom غرفة النوم لاحظوا bed تخت room غرفة غرفة النوم Bathroom غرفة الحمام أو الحمام Living room غرفة المعيشة تمام؟ لهون بينتهي الدرس يلا موفقين